حلم اي حلم. شو تفسير البيض في الحلم؟ شو خص البيض في الحلم؟ بعته يعني بشكل عام يعني. لا انا اريد اقرا الحلم. فاطمه الاحمد تقول حلم البيض لو سمحت. يعني للنساء الانسات قد يدل على خلنا نقول اخبار ساره او اخبار يعني سعيده على مستوى الصعيد العائلي، اما بالنسبه للمتزوجه فهو عاده ما يكون بنات او خلف صالح ان شاء الله يا رب. اما اذا كسر البيض هنا المشكله. شو بيكون اذا كسر؟ يعني هو كسر اي شيء في العالم وهو قطع علاقه، قطع سد او الا في حاله واحده اذا اكل البيض يكون انتصار على عدو ضعيف.